لو احنا جينا بقى دلوقتي قلنا ايه ميزة التشريع الرباني على التشريع الوضعي، مش في تفاصيله، تفاصيله لا عد ولا حصر. لو قارنا، واحنا مش عايزين نخش في الحدوته دي عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنقصد حاجه بعينيها، يعني احنا بنتعلم بندرس، ما نقصدش حاجه غير ان احنا نتعلم من ايه وندرس. لكن لما نقول بقى من حقنا نقول ايه ميزه، يعني ليه نحكم بحكم ربنا؟ طب ما نعمل احنا القوانين الوضعيه، ما هي ماشيه والناس ماشيه وكل حاجه حلوه. يتميز التشريع الالهي عن التشريع الوضعي بايه عموما؟ خد بالك، اول نقطه في اقامه الحدود وتطبيق القانون الالهي المعنى التعبدي الروحي، المعنى التعبدي ايه الروح الذي يلازم كل حكم شرعي. يكفل هذا المعنى التعبد الروحي تربيه ايه الضمير والوازع الايه الدين، بدليل انه ما اقيم حد الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الشهود، وانما اقيم كله بالاقرار، بالاقرار. صح ولا ايه؟ مش كده؟ قصة ماعز وقصة العفيف، نبني هذا كان عفيفا على هذا، فاكرين؟ الميزة الثانية الغريبة ان الاحكام الشرعية الربانية اوسع نطاقا من الاحكام الوضعية. ليه؟ لان الاحكام الوضعية بتبص بنظرة انسان له هوى، ما عندوش احاطة. الاحكام الشرعية اللي ربنا بيعملها بيعملها انه هو اعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فنجد الاحكام الشرعية اوسع نطاقا من الاحكام الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالفضائل والرذائل. الفضائل مأمور بها والرذائل محرم. التحديد للفضائل والرذائل على وجه الحص ده فين؟ ده فين؟ في القرآن والسنة. مش كده؟ إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، مفهوم المخالفة. وضع الأذى في الطريق عليك وزر. الفضائل وإيه؟ رذائل، واخد بالك؟ فلو انت عرفت كده مش هترمي زباله من شباك عربيتك او من شباك بيتك، لانك عرفت. ولو الحاكم حب يجرم دي عنده سند فين؟ في الحكم التشريعي الرباني. لكن القانون الوضعي ما يوحدش، القانون الوضعي لا يحيط بمجمل الفضائل والرذائل كما احاط بها التشريع الالهي. وبالتالي التشريع الرباني اوسع نطاقا من التشريع الوضعي، مما يهيئ الفرصة لأمن الناس وأمانهم وسعادتهم. صح. النقطة الثالثة، الأحكام الشرعية لها رقيب والأحكام الوضعية ما لهاش رقيب. الأحكام الشرعية لها رقيب وهو الله، وعليه كل مرتكب لجرم موقع عليه عقوبة ربانية ومنفذة في مجتمعه يعلم أنه إن فلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة. صح؟ لكن عقوبة الدنيا راح غش في بطاقة التموين وأنا عندي 5 أنفار ومش عارف أعمل إيه وسوي إيه عشان ياخد شوية تموين زيادة، ما خافش انه يتقفش في الوقت نفسه. حتى لو خاف انه يتقفش بيبقى حريص. هل بيفكر انه لو فلت من عقوبة الدنيا بتاعت غرامة وزارة التموين مش هيفلت من عقوبة الاخرة؟ هل بيفكر في دي؟ فكرش فيه؟ فكر فيها ليه؟ لان اللي بيحكم عليه مين؟ بني ادم زي يقول لك عامد الحرمية وبياخده وعامله وسو يا عامد البدنة ملايين، هنعيش بالمرتب ده ازاي والحاجة عمالة تغلى، ويبتدي يمد ايده وياخد رشوة وبتاع. مفيش احساس بان التشريع تشريع رباني، الافلات منه في الدنيا لا ينجيه في الاخر.
واضح؟ مفهومة دي ولا مش مفهوم؟ يعني الإفلات من العقوبات الوضعية ما حركش ضميره، ما حركش إيه؟ ضميره. أحكام الشريعة عمر بيها المدة قد إيه؟ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الخلفاء الراشدين، عهد الدول الفاطمية والأيوبية والأموية وما إلى ذلك، قرون عمر بها إيه؟ قرون. كانت الأمة الإسلامية في وقتها بتنفيذ هذه العقوبات الربانية والحكم بما أنزل الله هي أعلى الأمم وأرق الأمم وأقوى الأمم بكل المعايير، صح؟ هل احتاجت القوانين الربانية في خلال القرون دي للتعديل أو التغيير أو ثبت فشلها أو ثبت ضعفها؟ لم يحدث. القانون الوضعي بقى، أولا القوانين الوضعية لعلمكم لم تشرع في الأرض إلا منذ 150 سنة بس، قبل كده ما كانش فيه. بس من دي ولا لا؟ القانون الفرنسي، القانون الفرنسي اللي انتوا درستوه في الحقوق واللي خد منه القانون المصري من عصر محمد عيباش، بس محمد عيباش بس. وأول بداية القوانين وضعت في فرنسا، وذلك اعتبروها يعني هذه أم القوانين. فكانش في أوروبا قوانين، فلما تقننت نسختها اتعملت. ومع ذلك المدة البسيطة دي بقى مش قرون بقى زي الحكم بالإسلام، لا، احتاجت للتبديل والتغيير والتعديل والزيادة والنقص. المخدرات عقوبتها كانت ايه؟ وتغيرت كم مرة، وبعدين بقت ايه؟ وبعدين كل شوية يطلع حدوثة، يطلع حكاية الأدوية المخدرة نحطها في الجدول ولا ما نحطهاش. دايما القوانين وراء قانون الملك والمستاجر، مش لسه معدلين دول كان في الشعب مش كده؟ اي قبل الثوره كان حاجه، وبعد الثوره بقى حاجه، وفضل يتعدل وتغير ويطلع القانون وطلع مذكرات تفسيريه، وبعدين مش هتطلع قوانين الضرائب عماله تتبدل وتتغير. ليه؟ لان القوانين الوضعيه من وضع البشر، والبشر قاصر، البشر قاصر عن ادراك المصالح العامه على وجه الحاضر. كمان فيها ايه؟ الهوى. واضح الكلام ده كله؟ طيب يبقى عرفنا ادي الحدود وادي الميزه في احكام التشريع الالهي عن التشريع الوضعي. عرفنا ايه هو القصاص، عرفنا ايه هو التعزير. ربما يسالني سائل دلوقتي، الحكم بما انزل الله وتقنين الشريعه الاسلاميه طبعا ثبت نجاحه في دول، ثبت نجاحه في السعودية. كم ايد اتقطعت في السعودية؟ كم ايد على وجه الحصر؟ 14 ايد في عصر الملك عبد العزيز آل سعود، 14 بس. وبعد كده انا مش عارف، ما فيش سبب، انا مش عارف.